عسرا بعد عين. أضحت ساحة التحرير مهد الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي خالية من الخيام. السلطات وبالاتفاق مع المحتجين رأت وبعد أكثر من عام على التظاهرات أن مقتربات المنطقة التي شهدت اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين لا يمكن أن تبقى مغلقة. أنه ساحة التحرير هذا المركز الحيوي أنه ينفتح للحياة، موضوع مرور العجلات من كل الاتجاهات، فتح جسر الجمهورية، زادا رفع الخيام من وسط الشارع، فتح الطرق، هنا مئات المحلات التجارية، هذه حقيقة قلب العاصمة. لله الحمد الأمور تسير بالشكل الصحيح، هناك تنسيق كبير جدا مع المتظاهرين السلميين. المتظاهرون الذين ارتبطوا عاطفيا بالمكان بجانب ذكريات التغيير والمطالبات التي تحققت أجمعها تقريبا، لا يرون أن رفع الخيام يعني إنهاء الاحتجاجات بالكامل. يرون أن بإمكانهم الضغط على السلطة بطرق أخرى دون التجمهر داخل الساحة والاعتصام فيها. اللي يتصور أنه برفع الخيام انتهت الثورة فهو واهم. الثورة فكر، الثورة مو قضية أنه خيمة وتنشال وتنتهي. فيا شباب، اللي كان من عندكم متظاهر ومعتصم، المظاهرة والاعتصام فضت. أما من كان منكم ثائر فالثورة لا تنتهي، الثورة مستمرة حتى أسقاط الفساد. أثبت شباب العراقي. المتحدث باسم الحكومة وقبل أيام ترك أمر رفع الخيام للمتظاهرين، وعلى ما يبدو أنها كانت إشارات تفاهم بين الحكومة والمحتجين الذين بدا كثير منهم مقتنعا بأداء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، رغم تحفظ شرائح أخرى رأت أنه لم يفي تماما بوعوده إزاء مطالب المتظاهرين. سرمد القاص، الحرة. وينضم إلينا عبر سكايب من بغداد عضو اللجنة المنظمة لمظاهرة ثورة تشرين علي عزيز أمين. سيد علي، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. أسألك بداية عن موقف المحتجين وما إذا كان هناك اختلاف بينهم بشأن إعادة افتتاح ساحة التحرير وجسر الجمهورية اليوم. نعم، طبعا موقف الثوار والمحتجين كما تسميهم، موقف المتظاهرين بشكل عام في بغداد، نهائيا لم يطلبوا من حكومة الكاظمي التدخل لرفع الخيام. هذا الشيء غير صحيح اطلاقا. المتظاهرين خرجوا وثاروا العام الماضي بيوم 1 تشرين ضد العملية السياسية، هذه العملية بكامل اركانها اللي السيد الكاظمي هو جزء منها، رئيسا لجهاز المخابرات كان في زمن حكومة عادل عبد المهدي واللي قبل حيدر العبادي، ساهم بكل قرارات قمع الثورة منذ العام ولحد الآن. وما جرى اليوم جرى تحالف ميليشياوي، هذا التحالف الميليشياوي كان يقوده من طرف الميليشيات زعيم الميليشيات الأول بالعراق مقتدى الصدر، والطرف الحكومي هو السيد الكاظمي، وشفنا اللي نتج عنه. ولكن ألا تستغرب مما صرحت به جنين بلاسخرت وقالت بأنها مرتاحة عن طريقة تعامل القوات العراقية الأمنية الحالية مع ملف التظاهرات، وأن المرحلة الحالية شهدت فرقا واضحا في التعامل مع التظاهرات عن الحكومات السابقة؟ هذا موقف أممي، كيف تفسروه؟ بحياتنا احنا ما لمسنا اي موقف ايجابي من ممثله الامين العام للامم المتحده في بغداد بتاتا، وهذه مواقفها هي يعني معروفه بهذه مواقفها. احنا ما ننسى لما بيوم اللي زارت زعيم حزب الله العراقي الى مقره، بيوم اللي زارته وهذا الشخص اللي كان متورط بدم الشهداء قبل سنه تقريبا بالقرب من جراج السنك احدى مقتربات ساحه الخلاني، وهي تبارك الميليشيات اساسا وتزورهم باستمرار. احنا اليوم الثوار، ولكن دائما ما تصدر هناك يعني بيانات ادانه من قبل الامم المتحده بشان المتورطين والمتهمين بقتل المحتجين، ودائما ما هناك بيانات تحث الحكومه على ضروره يعني القبض على المتورطين في هذه الجرائم، اليس كذلك؟ نعم، لكن ما النتيجه التي وصلت لها الحكومه؟ لا نتيجه نهائيا. السيدة بلاسخارت نحن طالبنا الأمم المتحدة بتغييرها من العراق، كون موقفها سلبي جدا من الشعب العراقي المتمثل بثوار تشرين. طيب، إنما جرى اليوم نعم تفضل، ما جرى اليوم إذن ألم يواجه من قبل الثوار أم انسحبوا بطريقة سلمية؟ نعم، هذا الشيء اللي أنا أريد أوضحه. اللي جرى اليوم عند الساعة 5 فجر هذا اليوم، الثوار نايمين بالخيم، تفاجئنا من اقتحام من عدة محاور صار
محور من منطقة السنك ومحور من جسر الجمهورية ومحور من شارع السعدون. هذا الاقتحام من قوات جهاز مكافحة الشغب وقيادة عمليات بغداد وكذلك عدة جهاز الأمن الوطني والاستخبارات والشرطة الاتحادية مشتركين. طبعا يشاركهم بهذا الاقتحام ميليشيا سرايا السلام التابعة لزعيم الميليشيات الأول في العراق مقتدى الصدر كان يرافقه، وعندك يعني كذلك انضموا لهذا لهؤلاء المقتحمين زمرة من المطعم التركي اللي هي محتلة من قبل أتباع مقتدى الصدر. صار انقضاض مباشر ومباغت على الخيام بحيث أي شخص نائم بالخيمة يتفاجأ وإلا فوق رأسه 4 أشخاص بالسلاح فوق رأسه. طبعا والآن هل المطعم التركي هو فارغ سيد علي؟ نعم، سلم مقتدى الصدر إلى الحكومة لأنه صار اليوم إحنا عندنا تحالف ميليشياوي حكومي، أطراف هذا التحالف مقتدى الصدر زائدا مصطفى الكاظمي. اليوم عندنا عمليات اعتقال كثيرة، صارت أكثر من 27 ناشط تم اعتقالهم من ساحة التحرير ولا أحد يذكرهم أبدا. صارت عمليات ضرب مبرح. ما هو الرد الذي من الممكن أو من المتوقع أن يصدر من المحتجين خلال الأيام المقبلة؟ نعم طبعا، هي الخطوة الأولى، هذه الخطوة اللي قامت بها الحكومة، وحدت المتظاهرين بشكل تام مطلق. احنا عندنا الثورة بالعراق هي ليست في بغداد فقط، باقي المحافظات لا تزال ثائرة وبقوة، أما في بغداد وبالتحديد في بغداد ونحن وجودنا في بغداد فنحب أن نطمئن الشعب العراقي ونقول لهم سابقا قبل اليوم كانت الصبات الكونكريتية تحمي حكومة عادل عبد المهدي وحكومة مصطفى الكاظمي، الآن هم رفعوا الصبات بأيديهم، من سيحميهم من الثوار؟ من اليوم إلى يوم الخلاص نحن الآن لدينا خطط، لدينا خطط سرية وممنهجة نضعها الآن، لدينا محاولات عديدة سوف تكون. ولكن الكاظمي سيد علي دائما ما يخاطب المحتجين والمتظاهرين ويقول التغيير يجب أن يتم عبر الانتخابات، أليست لديكم نية بتشكيل حراك سياسي ينافس هذه الأحزاب باختصار شديد جدا لو سمحت؟ نحن حراكات عديدة لدينا لكنها ليست سياسية حاليا، حراكات ثورية لكنها لا نجيد العمل السياسي، لا انتخابات بظل وجود ميليشيات مسلحة وسلاح منفلت والمال الحرام بأيدي الفاسدين بالسلطة، لا انتخابات. شكرا جزيلا لوجودك معنا عبر سكايب من بغداد، عضو اللجنة المنظمة لمظاهرات ثورة تشرين علي عزيز أمين، ممتنة كثيرا على حضورك معنا.